اسمعي يا من ترفعين صوتك على أمك، اسمع يا من تعاند أباك وترفع صوتك على أبيك، يا من تقدم زوجتك على أمك، اسمعوا، هذا عقوق، وهو من أكبر، ما أقول كبيرة، من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يا عباد الله، الوالدان بابان للجنة في الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. وقال عن الأم: إلزم قدمها فثم الجنة. طب يا شيخ، أبوي ظالم، ظالم لنفسه، أنت بتعمل، أنت بتعمل اللي أمرك في رب العالمين، هو يتحاسب عن ظلمه، تمام، يتحاسب عن ظلمه، أنت مأمور بالبر، تبر الوالدين حتى وإن كانا كافرين. والله ما سمعنا عن أحد كان بارا بوالديه إلا كان موفقا، مباركا، مسددا، محبوبا. وفي المقابل ما سمعنا عن عاق إلا كان مغضوبا عليه. وأبواب الدنيا كلها مغلقة أمام وجهه، ظلمة في وجهه، ظلمة في قلبه، ظلمة في قبره، وظلمة يوم حشره، والعياذ بالله.